لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج لا مولاتي. وصلنا لفقرة كوني إيجابية في تربية أطفالك، رفقة الكوتش أسماء مجاني. أهلا بك كوتش أسماء. أهلا سناء، الله يبارك فيك. اليوم من خلال موضوعنا دائما حول التربية الإيجابية اللي كنعرفوا فيها أمور كثيرة لأول مرة، بغينا نتكلموا على أهمية توزيع المهام المنزلية على الأطفال. فكثير من الأباء والأمهات يفرطوا في تدليل الأطفال ديالهم وتيفشوهم وكيعطوهمش نهائيا مسؤولية القيام بأعمال منزلية ولو أنها تكون بسيطة، يعني ما تشاركوهمش نهائيا. دائما لا ولدي راه صغير، لا بنتي ما غاديش تقدر، لا راه ما غاديش تعرفي. فاليوم من خلال التربية الإيجابية، واش إشراك الطفل في المهام المنزلية عنده فائدة في التنمية ديال قدرات الطفل؟ بالفعل لا سناء، بزاف ديال الآباء كيتشكوا من الأطفال ديالهم بأنهم فيهم العكس، ولا ما كيتحملوش المسؤولية، ولا مثلا بزاف ديال الحوايج ما تيعرفوش يديروهم بوحدهم، يسون با أوتونوم، وكيتوكلوا على والديهم بزاف. ولا فكرنا كنلقاو في بعض المرات ولا بزاف المرات بان حنا كاباء او مربيين او الوسط العائلي الاسري المغربي في كثير من الحالات كيشجع هذا السلوك. كيفاش كيشجع هذا السلوك؟ هي بعض المرات من باب المحبه، حنا كاباء كنبغيو نديرو شي حوايج في بلاصه وليداتنا، لا باش ما يتعذبش، لا ما يهزش ثقل، لا باقي صغير ما تيعرفش. وهذه المساله كتجعل الطفل كيتوكل على والديه وكيتعلم العجز بزاف. ولا الاباء كيخافوا، لا ما تعطيهش يهز هذه غادي يهرسها، ما تعطيهش يهز الاواني هذه يهرسهم. دائما هذا كيبقى الخوف وهذه المحبه كتخفق لنا واحد الفران في حاجز زعما باش. وعندنا واحد ظاهره واحده اخرى في المغرب، هي ظاهره المساعدات. الى قارنا بلادنا مع بلدان اوروبيه ولا غيرها، كنلقاو بان عندنا بزاف ديال المساعده في البيت، مسألة اللي كان ما كنلقاوهاش في بلدان واحدة أخرى. وهاد المساعدة كتجعل أن الأشغال المنزلية ما تتكونش مقسمة على أفراد الأسرة كلهم. هذيك المساعدة أو الأم هي اللي كتقوم بالأشغال كلها، والأطفال ما كيشاركوش في الأشغال المنزلية. هذا هو اللي كيمكن يخلق لنا العجز ديال تمدوا على المساعدة ولا المربية ولا الوالدين. هادشي اللي كاين. والطفل، أنا بالنسبة لي الطفل اللي كيحس بالمسؤولية والمشاركة من صغره كياخد واحد القسط كبير من التربية العملية. يعني شخصيته كتقوى، الأخلاق ديالو كيتحسنوا، السلوك ديالو. هذا اللي كتقترحوا علينا التربية الإيجابية، باش نحاولوا نعطيوا لوليداتنا المهام في المنزل في البيت. هنا كنصح الاباء والامهات ولا المربيين عامه باش ما يهملوش هذا الجانب الاساسي، هو مشاركه وتكليف الطفل في بعض المهام المنزليه كباقي الافراد. هادشي تيبدا من السن الخامسه، ولا نقدروا كاع قبل أقل. غير كل مهمه كتمشى مع سن، كل سن كيتمشى مع المهمه اللي غادي نشكو فيها اللي غادي نجي. بحال غير يرتب الفراش ديالو ملي فيق من النعاس، ولا ملي يكون صغير يجمع اللعاب ديالو في السله ديال اللي سالي اللعب، ملي سالي اللعب يجمع في السلة ديال اللعاب، ولا يعلق ولا يطوي حويجاته. ملي ياكل ياخذ غير واحد العاده على الاقل، يجمع داك الاواني اللي تياكل فيهم، كاسو تبصيلو يديهم للمطبخ، يهزهم غير من الطبله للمطبخ على حسب السن. يعني هو غادي على حسب المهمات غادي تتكبر. هادشي اللي الا كان بحال دابا، الا كان الامن حدا المنزل يخرج يتسخر الاقرب بقال مثلا، ولا تكون عنده واحد المسؤوليه ديالو هو في البيت، بحال دابا كيدور على الضوء على التلفازه مثلا، يشوف واش مسدود، واش مسدود، واش يعني فوالا. نحملوا المسؤوليه ديال هاد الطفل، انت عندك المهمه ديالك هي في زعما الضو ديال الدار، ولا التلفازه اللي لقيتيها شاعله بدون فائده طفيها، هذه هي المهمه ديالك. فوالا تيساعدونا في شي حويجات في المطبخ، غير شي حويجه قليله غير باش يتعلموا، واخا يمسحوا معنا الخضره ولا شي حاجه يغسلوها، يستشفوا في الثلاجه. خاصه مسائل بساط ما حدنا تنعلموهم هذا الشيء في الصغر بزاف، ما حدهم هما ما تلقاوش مشاكل محتوم وتيكبروا. ملي كيشارك الطفل في هذه المهام المنزليه البسيطه، كتنمي فيه واحد القدره وواحد المهاره اللي غادي تساعده في المستقبل. ما تيبقاش خايف يلقى راسو بوحدو وما عارفش كيفاش يسير راسو. وبزاف ديال الاباء اللي كيجيو لعندنا كيشكيو ماشي من ابنائهم، ولكن كيشكيو من راسهم.
هما بنفسهم ندموا على شي مسائل ما كانوش كيديروهم في صغرهم واليوم تخلق لهم صعوبات. واحد السيدة واحد الأم كانت عندنا قالت لنا الأم ديالها كانت الأولوية ديالها هي قراية وليداتها مزيان. كانت البنت كتبغي تدخل معها المطبخ وماماها كتقول لها لا انت قبلي غير قرايتك كل شيء انا نصوبه في بلاستيك غير قرايتك قرايه هذا شيء مزيان. ولكن السيدة ملي يتبقى الله قرات ما شاء الله وتمكنت من المهارات والكفاءات المهنية ديالها ولكن ملي جات زوج ودخل دارها لقات راسها عندها صعوبات كثيرة 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 يعني ما كانش يعني ما كانش كتشرك في المهام ديال ما كانش كتشرك في المهام والأم ديالها حتى هي ما ساعدتهاش من باب المحبة ماشي مثلا فعلا زعما غير بغاتها تقرا وبغاتها تكون على خاطرها بغات تفرغ لحاجة وحدة واللي هي الدراسة ديالها وهذه راه يمكننا نديرو جوج حوايج يمكن الحمد لله نقابلوا الدراسات ديالنا ونشاركوا في المهام اللي كتعاوننا. على ذكر ندمه كوتش اسماء كاينه نيت فعلا واحد الامر اللي دائما واللي غتلاحظيه مع الوالدين اللي تيحضروا معاك على اساس انهم في الصغر يعني من باب المحبه تيحاولوا انهم يفشوا وليداتهم لا راه ما غاديش يعرفوا حنا نقضيو لهم الامور ما تيشاركوهمش في المهام ديال البيت ولا حتى خارج البيت كيف ما قلتي في امور اللي هي ولو بسيطه. ولكن ملي كيوصل هذوك الوليدات مثلا الفتره ديال المراهقه 15 17 18 كتبغي مثلا الام ولا الا قالت لولدها مثلا غير هز هادي اولا طوي فراشك ولا كتجي قداش كتجي ثقيله ما تتقبلهاش حتى انه الوالدين تيندموا تيقول لك حنا فعلا راه حنا اللي غلطنا لانه ما ربيناهمش على هذا الشيء. في حين انه كنشوف تبارك الله والدين اللي يعني دايرين واحد النظام في البيت كل واحد كيشارك في مهمه كتلقى بحال الولد بحال البنت كل شيء كيقاد فراشو ويقاد المسائل ديالو. هذاك الشخص يعني كيف ما قلتي يعني الاشراك الطفل ملي هو صغير ملي تيكبر تتكون عنده واحد السلاسه في الحياه ديالو العاديه يعني سواء تزوج او ولا طالب ومشقرا وحده يعني في شي بلاصه بعيده كتلقى انه كيف البنت بحال كيف هادشي اللي كتقولي كله صحيح كيف الولد كيف البنت بصح البنت يكون عندها ميول كبير للطبخ والحويجات التسخين هادشي اللي كاين والمطبخ هذا ولكن حتى الولاد واخا غير الامور البسيطه ملي غادي يمشي حتى هو يقرا كيف قلتي ولا يسكن بوحدو ولا غادي يخصو هاد المهارات باش يسير راسو بوحدو ما يمكنش ما يكونش عنده كاش غيدي معاه الام ديالو لا ولا لا صعيب لا ما يمكنش. والاباء غير بشويه بشويه حنا المشكل ديالنا علاش الاطفال تيحسوا بالضغوطات من جهه الاباء ديالهم حتى ولا وصلوا حتى العمر ديال 14 عام ولا 15 عام الوليدات تيتشكاو تيقول لك حنا تيضغطوا علينا بزاف تيطلبوا منا بزاف الحوايج فعلا حيت تيطلبوا منهم بزاف الحوايج مره واحده طلبوا منهم حاجه بحاجه. الا كان من الصغر ديالو راه مربي على هذا الشيء راه ما غيخلقش مشكل والا وصل 14 و 15 عام وعاد بغاو الاباء ينظموا هاد المسائل هكا في البيوت ديالهم يمشيو معاهم هي دقه دقه نطلب منه اون شوز على فوا حاجه وحده حاجه وحده من حاجه وحده ما كثرش الطلبات وحاجه وحده حتى يتمكن منها وصافي نعرفوا راه تمكن منها هذه الصغار ولا في الكبار ما نبقاش نعطي بزاف الحوايج يعني الناس اللي كيسمعوا هاد البرامج بحال هكا مزيان تيبغيو كيكونوا محفزين وتيمشيو للمنزل كيبغيو يديروا بزاف الحوايج كيبغيو يطبقوا هاد ولكن تيطبقوا بزاف الحوايج في وقت واحد ما يمكنش هي حاجه بحاجه حتى يتمكن منها نعطيه واحد المساله يتكلف بها يكون مسؤول عليها ملي يتمكن منها نعرفوا راه صافي قبطها نعاود ندوز لحاجه واحده اخرى. إلا عرفتوا عنده الامكانيات باش يدير جوج وثلاثه يمكن لي يشاركوا ونقول له ها انت شوف عندي واحد اللائحه ديال المهام شنو تبغي تاخذ فيها هكا تنشارك الطفل باش حتى هو يختار اللي غادي يقد عليه ما كنفرضوش عليه واحد المهمه ما فعلا يعني تهدي من بين الامور يعني في التربيه الايجابيه اللي الوالدين للاسف ما تيردوش ليها البال هو انه مثلا الاب او الام يعني بالتربيه العاديه الطفل ديالهم يعني كيقولوا وليداتهم صافي انت غدير هذه كيفرض عليه واحد الامر ماشي بحال الا خيرناهم مثلا يعني كنخيروا وليداتنا في كل شيء كنخيروا وليداتنا في بزاف ديال المسائل حتى لبنا نخرجوا بحال دابا يوم الاحد نزهه ولا شي حاجه هكا تقول لهم حنا غادي نخرجوا واش بغيتو تمشيو كنعطيهم الاختيار شي ميسه تعطي الاختيار للطفل هنا كيكون كتكون نتيجه ايجابيه ما تتفرضش عليه كتعطيه الاختيار وانت راه عارف راسك فين باغي تمشي غنمشيو لهاد البلاصه وهادي 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 فين بغيتو تمشيو حتى انا كنكون عارفه راسي راه يمكن لي نمشي هنا وهنا وهنا ما كنقولش واحد الاختيار اللي ما نقدرش عليه واحد الاختيار اللي ما نقدش عليه ولا الاختيار اللي بغيت انا وما بغاوش هما ونفرضوا عليهم دونك هاد دوني لو شوا تعطي الاختيار للطفل مهمه
واخا بالنسبه دائما موضوعنا حول اهميه توزيع المهام المنزليه على الاطفال، نبغيو ودائما في التربيه الايجابيه ونبغيك انك تعطينا امثله كيفاش ممكن نشاركوا اطفالنا في المهام المنزليه وبطريقه اللي هي ايجابيه واللي غادي تفيد. عطيتي فعلا هو انه نعطيهم الاختيار، يعني نعطيهم الاختيار، نعطيهم اختيار انهم يختاروا معنا. فهاد الاشراك ديال هاد المهام داخل البيت كيف ما ذكرت يعني في بدايه الحلقه، وانه عندها فوائد، عندها يعني بزاف ديال النقاط مهمه يعني في التنميه ديال المهاره ديال الطفل، حتى انه ملي تيكون طفل وملي تيكبر. نتكلموا على الفوائد. دابا الفوائد باش الطفل، الفوائد المساهمه ديال الطفل، اول فائده غادي نتكلم على الشعور بالانتماء. يعني الطفل كيحس بانه كينتمي لهذه العائله، انه فرد من افراد الاسره. ألفريد أدلير تيقول كنحسوا باننا كننتميو وباننا مهمين في العائله ولا في واحد الجماعه بالمشاركه، بلا كونتريبيوسيون. لو سنتيمون دابارتونس و دامبورتونس بار لا كونتريبيوسيون. بأننا كنتامي ولا كنتامي يعني حنا تمشي بالخدمة ديالنا تنحسوا براسنا تنتامي لهذاك الخدمة بالمشاركة ديالنا. في المنزل كنحسوا براسنا بأننا كنتامي لذاك العائلة، حيين في ديك العائلة، عندنا حضور. هذا هو، هذه هي أول فائدة. من بعد هاد لفات باش كت تخلي وليدات كيتعاملوا كيكون عندهم كيشاركوا معك في البيت، كتكون واحد الوقايه ديال الطفل من الانانيه والتدليل. الفشوش ما تيبقاش داك الفشوش، تيولي كيعرف كيفاش يسير راسو، يسير راسو كيفاش يعتمد على راسو، وخاصه ملي كيكون مثلا الطفل صغير وكيكون مثلا مفشش مثلا في داخل البيت وكيمشي للمدرسه. المدرسه ما كاينش اللي غيهز ليه شكاره او اللي غيغربط ليه السيور او لا، كاين ما يمكن يعني هادو امور اللي هي مهمه. من الدار يتعلم من البيت ديالو، يتعلم شي امور اللي انا قلت لك كون مسؤول على راسو فيها، مسؤوليه. دونك هاد المساهمه عاوتاني كتعطينا داك تعزيز روح المشاركه عند الطفل، تيبغي يشارك دائما لا في صغره ولا في كبره، ما تيبقاش دائما غير جالس ما مشاركش، دائما كل شيء كنديروه له في بلاصتو. كتعطيه واحد الثقه في نفسه، كتعطيه واحد قدره تصرف دون مساعده الاب ولا الام ولا المراه، يعتمد على راسو يعني بوحدو، ما يستناش تيجي باباه او ماما مثلا ولا اخته الكبيره ولا اكزاكتومون. كاين واحد عاوتاني الطفل كيستخدم الحواس ديالو، كنعزوا القدرات الحركيه والعقليه ديالو، يعني هو كيستعمل يديه، كيستعمل العقل، تيستعمل هادشي مهم عند الطفل، يوجد هادي. كنعزوا واحد المهاره واحده اخرى هي مهاره تواصليه، زعما الطفل كيصبح قادر للتعامل وسط الجماعه ولا شي مع شي حد ما كيعرفوش ولا مع الافراد الاسره نتاع العائله اللي تيكونوا مجموعين. كاين اللي تيبقى حدودي وكاين اللي كتلقاه تبارك الله انه تيشارك، وكاين كاين اللي كيبقى حدودي وكيشارك كيشارك وكيبقى حدودي، وكاين اللي عاود كيكون حدودي وما تيشاركش. هادو جوج ديال الانواع، ولكن كيولي بحال دابا تيتعامل مع شي واحد مشى يتسخر، تيعرف يتكلم مع البقال، تيعرف يتكلم مع لا كاسيير، تيعرف يتكلم مع، ما تيبقاش عنده داك الحشمه وداك، يعني قاد يحسب الفلوس ديالو، قاد يحسب الصرف اللي غادي يرجعوا له، قاد عنده واحد المسؤوليه. الطفل كيحس بانه عنده واحد المسؤوليه حتى خارج البيت، يعني هذا الاشراك الطفل في المهام داخل وخارج البيت. بحال مثلا خارج البيت، ام غدا مع وليداتها ولا الوالدين، اب والام غاديين مثلا خارجين مع وليداتهم ومشاو مثلا شي مطعم غادي ياكلوا مثلا. كتشوفي على انه مزيان انه مثلا يعطيو الولد مثلا الفلوس ويقول لها انت خلص وحاولت انك تحسب معاه بطريقتك، ولا سير جيب بلاطو مثلا من ولا ما تقاد لنا الخبز مثلا وحنا كناكلو سير جيبو. يعني هذا الاشراك حتى هو يمشي، تتولي عنده جرأه حتى مع الناس، تتولي عنده جرأه تتجاوب مع الناس، تجاوب مع الناس. تيقدر الوالدين ما يوصلوش، الا كان كيشارك في المنزل تيقدروا الوالدين ما يوصلوش معاه لهذا الشيء في المطعم، تيولي هو بنفسه. كنشوفوا شي وليدات اللي ما يحتاج انك تقول شي يمشي يعيط للسيد تيقول له الله يخليك راني محتاج لهذه زيدني هذه، تينوض هو خاصه شي باي ولا خاصه شي خبيز كما قلتي ولا شي حاجه، غادي ينوض هو يمشي يتكلف. هذول الوليدات اللي كيشاركوا، ومعلم الوليدات اللي ما كيشاركوش راه كيبقى دائما تيتكل على ماما ولا عفاك ماما جيب لي، ولا عفاك ماما تكلمي معاه قول له يجيب لي، قول السيد يجيب لي هاتي ولا
اذا فهادو هما الامور اللي هي مهمه بزاف واللي فعلا خاصنا نحاولوا ان نشاركوا الوليدات يعني داخل في المهام داخل البيت وحتى خارج البيت، لانه عنده فوائد كثيره على الطفل على حسب المرحله العمريه اللي هو فيها وحتى من بعد ملي غادي يكبر. بالفعل لسنة انا قلت لك هذاك الشعور بالانتماء مهم جدا، مهم جدا باش الطفل كيحس براسو راه تينتمي للعائله ديالو بالمشاركه ديالو. واحد نقطة تحس براسو مهم. واحد فعلا واحد نقطة مهمة هو أنه يعني فهمناها معك اليوم على أساس أنه لربما الوالدين مثلا يقول لك راه حنا كنشركوا في المهام ولكن راه مرة تيبغي مرة ما تيبغيش، ولكن عطيتي واحد المثال على أساس أنه الطفل خاصنا نشركوا في المهام بشكل تدريجي، وبأننا يعني كل أم وكل أب عارفين عينو ميزانو عارفين الولد مثلا فوقاش الوقت اللي تيكون هو مستريح اللي هو مستعد، وما يكونش هذوك اشتراك المهام دقه واحده يعني نوض هبط مثلا القمامه وسير جيب هادي وهز مع اختك هادي ما يقبط معاك والو. قلتي له يعني غادي شحال من حاجه في مره واحده ما يقدرش، هما اللي تيقولوا لا ترفضوا يعني صافي تقول لك هذا ضغط كيحسوا به بحال ضغط، خاص حاجه بحاجه. وانا قلت لك واحد المساله مهمه هي الاختيار، بحال دابا عندنا اربعه المهام مثلا، كاين ثلاثه الوليدات في الدار مثلا وافراد الاسره مثلا، نكونوا شويه عمليين هذه الامثله. بحال دابا افراد الاسره والام والاب جالسين مثلا وبغاو انهم يشاركوا وليداتهم في هذوك المهام، كاين مثلا بزاف ديال المهام اللي مثلا غادي يجمعوا مثلا البيت ديالهم، غادي يمشيو يجيبوا خصهم يجيبوا الخبز مثلا من المخبزه، كل واحد شنو غادي اولا يرتبوا مثلا المكتبه ديال الكتبه مثلا في الدار، ولا كيفاش غادي يكون لي نشاركوهم معنا ونخليوهم يختاروا بلا ما نفرضوا عليهم مهمه من المهمات. غادي نتكلموا نحاولوا بعدا كيف قلتي يكونوا كلهم ثلاثه مجموعين ونشوفوا شكون كل واحد فين باغي يمشي، كل واحد شنو اللي الميولات ديالو. هي ملي كنكونوا عاود كنا مجموعين في العائله كيقدروا كلهم يختاروا حاجه وحده. شوف حنا كنا نجيبوا الخبز كنا مزيان، الا كلكم تجيبوا الخبز كل نهار يمشي يجيب واحد الخبز ماشي مشكل، كل غنشوفوا انت عندك الاثنين وانت الاخر الثلاث والاخر. المهمه ملي كنتكلم على الاختيار تنتكلم اختيار بالنسبه للطفل واحد، كيمكن لي بحال دابا في مهمه وحده غادي تجمع مثلا البيت ديالك خصو يتجمع، لا انا ما بغيتش نجمعو دابا، ما كاين مشكل بغيتي تجمعوا دابا ولا بغيتي تجمعوا في الاخر ديال النهار. هنا كنعطي الاختيار يعني راه غادي تجمعوا غادي تختار غير التوقيت. هذا هنا حنا تنتكلموا على التربيه الايجابيه فيها الحزم والرفق مع الانسان مع الطفل. يعني انا فاهمك ما قلنا ما يمكنلكش تجمعوا دابا، ولكن واش بغيتي دابا ولا في العشيه، يعني المهم راه غديرها غير كنعطيك واحد الاختيار اختيار في التوقيت. تنحط القائمه، كيمكن لي نحط واحد القائمه انا والزوج ديالي ولا المربي في البيت، وتنقول ها هما المهام اللي غادي خصنا، واجيو نتوما وكتبوا سميتكم باش من مهمه بغيتيو تمشيو ليها. مزيان يعني الا كانوا جوج ديال الاطفال في مهمه وحده كنتقاسموا داك الساعه. تفكرت واحد الحاجه هو انه بحال دابا نوبات ملي تيكونوا مثلا الوالدين وتيكونوا تبارك الله افراد الاسره يعني كثر شويه مثلا اربعه خمسه ديال الوليدات كيف ما قلتي، يمكن اننا مثلا نطيحوا في جوج المهام او مثلا مهمه ولا يعني جوج المهام اللي غادي يختاروهم يعني جوج الاطفال يعني جوج خوت مثلا في داخل البيت. مع التربيه الايجابيه ما عرفش واش مثلا الا مثلا بالضحك داروا واحد القرعه اللي غيديروا فيها مثلا السميات ديالهم اللي كل واحد غادي يهز مثلا دوك المهمه مكتوبه مثلا. ممكن شنو زعما شنو كلشي ايجابي فهاد الشيء اللي قلتي كلشي ايجابي زعما ماشي يعني ممكن دار داخل البيت ماشي مشكل. يكونوا متفقين عليها الخوت بجوج بانهم غيديروا واحد القرعه ولا داك بيلوفاس ولا باش نشوفوا شكون اللي غادي يدير هذه المساله اليوم ولا غدا، وتبقى المهمه الاخرى وتبقى المهمه الاخرى للطفل اللي غادي يبغي ياخذها. واخا اذا غادي نمشيو نجاوبوا على التساؤلات اللي توصلنا بها. سمح لي لا سناء، بعض المرات تتكون المهمه ما باغيش ياخذها الطفل، ماشي حيت ما بغاش حيت ما قادرش عليها. هنا كيمكن لي نحدد نجلس مع الطفل ونقول له شنو اللي بالك فيها صعيب، شنو اللي ما قدرتيش دير فيها، واش نقدر نساعدك عليها مره ولا تشوفني كيفاش كنديرو من بعد نبسطها. يعني دائما تدريجيا نردوا البال، فعلا ردوا البال حتى واش الطفل قادر ولا ما قادرش. بعض المرات حنا كاباء ادولت راه تيبان كل شيء قد عليه الطفل ولكن لا.
واخا كاين تساؤل ديال المستمعه مريم من مراكش، الله يخليك ولدي عنده 12 عام عنده بيته بوحدو وكان بقى كل سيمانه نغوت عليه يجمع بيته ويطوي حوايجو ويرتبهم، ولكن والو غير كيعاندني وكنضطر انني نجمع ليه، ما عرفش كيفاش نحفزو على هذا الشيء. فهمت هاد السؤال ديالك ديال السيده لسناء، وهنا كاين جوج الامور في هاد السؤال. كيبان لي هنا تتعاني من الولد اللي متى يجمعش حوايجو، عنده 12 عام و تنسمع بانك تقول لك غير كي عندني. هنا غير بغيت نقول هاد السيده بان ما تنظنش بانه تي عندك. بعد اول حاجه خصها تعرف بان الطفل عنده 12 عام وزعما يجمع حوايجو في البيت ديالو سي ديرني سي سوسي. زعما اخر حاجه يفكر فيها الطفل ديال 12 عام هي يجمع حوايجو، ولكن خصو يجمع حوايجو. انا فاهمه هاد السيده بان راه زعما محتاجه باش الطفل ديالها هنا كنستعملوا عاوتاني الرفق والحزم في التربيه الايجابيه. هادشي بغيت نقول لك فعلا هنا غادي فكرت دابا نيت المثال اللي كنت عطيتي في الاول. غادي نستعملها يعني غادي نقول له غيجمع بيته. غادي نقول له انا هو هي تتحس بانه كاين عناد، واخا انا تنقول لك راه زعما راه ما كاينش العناد، راه ما هي كتشوفه كعناد. وانا تنقول لها راه ما تيعندهاش الوليدات في هذا العمر راه ما تيبغيوش يجمعوا. الوغ هنا غادي تستعمل الحزم والرفق كيف قلت لك. غادي تقول له انا متفقه معك بانني انا هاد الكلمه كتجي خصنا نقولوها لوليداتنا ديال ما يمكنليش نفرض عليك شي حاجه، جو با تفورسي، ما يمكنليش. هي غير كلمه ولكن عندها واحد الصدى كبير. ما يمكنليش جو با تفورسي، ما يمكنليش ما غنضغطش عليك، ما يمكنليش نفرض عليك شي حاجه ولا نضغط عليك تجمع شي حاجه. ولكن راه مهم تجمع الحوايج ديالك. هنا غنعطيه الاختيار، واش بغيتي تجمعهم اليوم ولا بغيتي تجمعهم في الليل ولا بغيتي تجمعهم تجمع السيمانه كلها وتلخرت السيمانه ودير واحد الوقت في البرنامج ديالك وتكلف بالبيت ديالك. هنا كنعطيه الاختيار، كنعاود نرجع الاختيار، كنستعمل الحزم والرفق، كنفهم بان في هذا العمر في هذا السن هذا راه ما ساهلش حيت مراهق وما معلمهاش من صغره. وثالث حاجه كنعطيه الاختيار. فعلا كننميو فيه ثلاثه ديال الحويجات اللي هما مهمين اللي غادي يساعدوهم، حتى داكشي علاش ما غاديش تبقى كل سيمانه غابدا دائما نفس الموال، اجي جمع بيتك لا راكي عندني لا راه ما غنجمعوش. فمشات بحزم انه غادي تجمع بيتك، ولكن انت اختار التوقيت وانا معاك فعلا. ولا اختار التوقيت وما دارهاش، يعني هنا كنكون درت معاه انا كور وكنعاود نمشي باش كنتبع هذاك لاكور لو سويفي، كنقول له علاش اتفقنا بحال دابا اختار هو. تنظن بان هاد الوليدات ديال هاد السن غيختاروا اخر الاسبوع باش يخليها انا نصوب المسائل ديالي. الا شفتو في اخر الاسبوع ما مشاش غادي نمشي نعاود نذكرو، غنقولو علاش اتفقنا هاد السيمانه بلا ما نفرض عليه، نقولو دابا ما مشيتيش درتيها خصك تنوض ديرها، علاش اتفقنا باش غادي تجمع البيت الغرفه ديالك في نهايه الاسبوع ديالك، فوقاش دابا هاد النهار غادي تنوض تجمعو، يعني راه دازت عليها اسبوع. تذكير 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 بهالطريقه بهالطريقه مره على مره، يعني تتكون الامور ايجابيه. كنقولوا له هذه المسؤوليه ديالك، هاد الكلمه ديال المسؤوليه ديالك مهمه. يعني راه الغرفه ديالك مسؤوليتك هذه. معنا تساؤل ديال الام محمد ريان وسجا من رباط، سؤال: عندي ثلاثه ديال الوليدات، جوج بنات وولد، وبناتي خرجوا عزيز عليهم انهم يجمعوا معايا الدار، كيشوفوني في الكوزينه اللي درتو كيبغيو انهم يديروا بحال تنقيه ديال الخضره وغسيل الماعن، وانا عودتهم على النظام في البيت. البيت الغرفه ديالهم كيجمعوها بوحدهم، الا كلاو الماكله كيجمعوا الطبله كاملين، ولكن ولدي دائما تيقول لي يا ماما هذه خدمه ديال البنات، علاش بابا ما تيخدمش معانا حتى هو، انا بحال بابا خصني نكون. وفعلا ايوا عنده الحق، علاش ما تعودوا يعني داخل البيت. هي دابا ما كتشركش الزوج ديالها في المهام وباغا ولدها انه يمشي في النظام ديال البيت. هنا بصح الاباء كيكونوا قدوه دائما ونموذج للاطفال، غير هي صعيبه عندنا حنا في تردوا البال هذا معلوم. صعيبه عندنا في المغرب حيت عندنا واحد الثقافه شويه مختلفه بان الزوج كياخذ ما تيشاركش في مهام ديال الدار. وهنا يمكن لي عندي جوج ديال الطرق.
هي غادي نفتح حوار مع الاب ونقول له راه دابا حنا ماشيين في واحد التربيه وماشيين في يعني نتكلم معاه ماشي قدام الاطفال، ما عمرنا ما تنتكلم قدام الاطفال، مي غادي نقول له فوالا راه الولد ديالنا راه بغيتو هاشنو قال وهاشنو قال وشنو قال ودابا دابا فوالا متبعك ودابا راه بغينا نمشيو في واحد التربيه في واحد الشكل وبغيتك تساهم معايا في شي مسائل في شي مهام منزليه، واش ممكن؟ يقدر يقول لها ممكن ويديرها مره وما يبقاش يعاود يديرها بزاف المرات، اولا يديرها. المشكل اللي كيتطرح عندنا هي الزوج ملي كيجي يبغي يساعد الزوجه في ولا الاطفال في المهام المنزليه، حنا ما تعجبناش الطريقه باش كي باش كيشارك في المهام دائما، لا ماشي هكا، لا ما هكا ماشي هكا كنديرو، ما خصوش يكون لا فعلا لا كيف ما دارها، حيت انت شنو شنو هي النيه ديالك؟ هي تربي وليداتك يشوفوا الاب ديالهم تيعاون كيف ما عاون، كلشي شارك في المهام، كلشي شارك في المهام. حتى حنا ما كنديروش كلشي مقاد، مره كنديروها مقاده مره ما كنديروهاش مقاده، وزعما الغلط عادي يعني وارد، ماشي شي حاجه اللي هي دونك اصلا ما كان اون كريتيك با لو بابا ملي كيكون ما ننتقدوش يعني لا. كيف ما دار كيف ما دارها اللي طلبنا منها ودارها صافي، حيت حنا دابا هنا كان النيه ديالنا هي كربي وليداتنا، خاصهم يشوفوا الاب ديالهم عليه قدام الوليدات ولا لا لا هذا الشيء ما خصوش يكون، كيف ما دارها مزيانه. ولا كنقدر نقول الطفل واخا يعني الاب راه ما تيشاركش بصح عرفتو ما غاديش يمكن له يشارك، يمكن عنده الخدمه بزاف ولا ما مهم ما تيقدش يشارك، تندير واحد اللائحه وتنقول له واخا داكوغ واجي انت دابا اختار في هذه اللائحه هذه فين يمكن لك تشارك معنا، شنو ما الامور يمكن تيبان له باش يدخل الكوزينه ماشي امر ديال الرجال، واخا حتى هي راه مهمه يمكن نبدا معاه بحال هكا تدريجيا نعطي نقول له دابا قول لي في هاد انا نعطيك واحد ثلاثه ديال المهمات، قول لي فين شنو بغيتي تختار في هادشي، ما دخل فيها لا ام لا اب لا بنت لا ولد. فعلا حتى هادي يعني غادي تساعد الطفل على انه يشارك في المهام. انا جو في ديتورني، انا غندوز له من حاجه واحده اخرى، ما غاديش نبقى ليه في الاب انا غنمشي ليه بيني وبينو والمهام ديالنا اللي كان نوزعوها على بعضياتنا. واخا فشكرا لك بزاف الكوتش أسماء مجاني، دائما فقرة تكوني إيجابية في تربية أطفالك. حلقتنا الجاية إن شاء الله غادي نتكلموا على العقوبة في التربية الإيجابية. شكرا سناء.